اللهم نبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات يا إلهي رحمة هذه مفتحة اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي أفرجنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسنان ربنا وجعلنا من لدنك وليا ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العوف والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب أبوائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هب لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أمرنا رفقا ربنا هب لنا من أمرنا مرفقا آتنا ونياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حبيبي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في أهل سياق لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك وأنكم إلى الدرقات السفلى من اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من حبك ونبيك ولا تخيرنا بذلك يا أحكم الحكيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اجرنا من خير الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الجنه وغير الاسلام يا كريم تري فضل تري كرم اور تري عطا کرتا توفیق دینا نے جو خوبصورت محفل پاک سجائی گئی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس کی اپنے حضور قبول فرمائے آمین اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ سجانے والے نے مقدر کے ساتھ آمین اور انہیں کہ اپنی رحمت نال نواز آمین نیت کامیابی عطا آمین کہ آنی صاحب درجات بلند فرمائے آمین جنت الفردوس سے چار مقام عطا آمین اپنے کرم سے کسی کی دارو مت رکھ آمین ساری مخلوق کے کرم فرما آمین مدینہ پاک کا جوڑ دے آمین سب کی مدینہ پاک دی حاضر آمین اللهم انت حافظنا آمین انت ناصرنا آمین انت حادینا آمین انت راشدنا آمین انت دلیلنا آمین انت ولینا آمین فارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا آمین ولا تمترنا بذنوبنا آمین ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وحضرنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب بحرمة النبي سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم ما شاء الله جماعة كتنی تعریف کی تھی جائے کہتے بڑا خوبصورت انداز نال ادھر کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ حال ہی اس نے خاتم کی پہلی محفل یہ ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ بڑا خوبصورت انداز میں جا رہے ہیں کعبہ شریف وسیم صاحب خاص طور پہ جدھر جا رہے ہیں تاری تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ سب ایک کو جناب وسیم صاحب آپ سب لوگ جیسا تھی سینئر ساتھی ہو اپنی دعاؤں سب کیا بہت خوش الحمد للہ بڑا خوبصورت کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم سب کی مزید ہمت طاقت عطا فرمائے جتنے بھی ہیں سارے اپنی محنت کر رہے ہیں